اليوم بإيت رايت معي ناتالي ياغي، واليوم بدنا نحكي عن المطبخ السنغالي. ولكن قبل، صباح الخير ناتالي. صباح الخير ستيف، كيف اليوم؟ صباح، ماشي الحال. صباح. قبل ما نحكي عن المطبخ السنغالي اليوم وشو هي أهميته الغذائية، شو هن العناصر اللي ممكن أنه نلاقيها بالمطبخ السنغالي، بدنا نعطي نتيجة المسابقة. نعم. ستيفاني، مسابقة الأسبوع الماضي كانت عن البيض، وين لازم نحط البيض بالبراد، بالبيب او بكعب البراد او على الرف العالي بالبراد. اكيد كنتوا كتار جاوبتوا على هالسؤال، ولكن في رابح واحد اسمه انجي عيد. اكيد لكل اللي بيهون انه يشاركوا بالمسابقه مثل كل نهار جمعه بايت رايت، اكيد بتدخلوا على صفحه الفيسبوك بيج، بتحطوا جوابكم، واكيد بنعطي الجواب الاسبوع اللي جاي. الجواب الصحيح هو بكعب البراد، لانه هو المحل اللي اكثر شيء حرارته ما بتلعب، واكيد مهم كثير انه نغطي البيض تما ياثر على بقيه الماكولات اللي موجوده بالبراد اذا كان منه كثير نظيف. لكن المسابقه الجديده لهالاسبوع هي بتحكي عن البهارات الهندية. نهار الجمعة الماضي كنت عم بحكي عن المطبخ الهندي، شو اسم الخلطة هاللي كتير تستعمل بالهند غير الكاري باودر؟ دونك شو اسم الخلطة البهارات اللي تستعمل كتير بالهند غير الكاري؟ أكيد ما تنسوا تحطوا الإيميل أدرس تبعكم وقت اللي تحطوا الجواب. لكن ساعدهم فيهم يرجعوا يحضروا الحلقة. اوكي، فكرتك رح تقولي. لا ما رح اقول شيء. اوكي، بس بيحضروا الحلقه وبيرجعوا هيك بياخذوا. والجائزه هي من عند نيتشر ات هوم، اللي هن بيقدموا بيوصلوا بالاحرى الماكولات الاورجانيك على البيت، ان كان خضره او فواكه، واكيد ذي ار اونلاين، يعني فينا نعمل اكيد طلبيتنا اونلاين. لكن تنبلش بالمطبخ السنغالي. بالمطبخ السنغالي، من ميزات المطبخ السنغالي، نحن بنعرف انه السنغال هو بلد موجود بافريقيا، وعاده بهالمنطقه هي مأثره كثير، ان كان بالمطبخ الفرنساوي او البرتغالي او حتى بالمأكولات الإثنية اللي موجودة أكيد بالسنغال. نحن بنعرف أنه السنغال كان مستعمرة فرنسوية وبرتغالية، مشان هيك مأثر بكل هالمطابخ هول، وخاصة المطبخ الإثنية، أكبر إثنية بالسنغال اللي هي الولوف. وأكيد بهالمنطقة هاي في كتير إشياء انترستينج هلأ رح نشوفها سوا بأكيد الحلقة. رح نبلش أول شيء بالمشروب، المشروب الناسيونال او اللي اكثر شيء معروف بيشربوه بالسنغال، هو اسمه بيساب درينك. او مكون من شو؟ مكون من ورده الايبسكوس. نحن هو نوع من شاي، كثير يتناول، يعني هيدي الامبليم ناسيونال عندهم، البواسون ناسيونال بالسنغال. والايبسكوس من فوائدها انه بتحتوي على كميه اللون اللي بتعطيها، هذا اللون الاحمر اللي عم نشوفه على الشاشه مثل الجرنادين شوي، صح، وطعمته شبيهه شوي بالجرناد، يعني اذا بدنا نشبه شوي الطعم على الرمان. اكيد هالماده هاي اللي هي الانتوسيانين فيها كثير فوائد، وفي دراسات فرجت انه ممكن انه تساعد لتخفيض ضغط الدم بعض الدراسات اذا تناولنا كميه معينه من هالنوع من الشاي. هلا هالانواع من المشروبات بنلاقي هالشاي بلبنان؟ إيبسكوس بعتقد بنلاقي بالمحلات المخصصة بالشاي. اكيد هالوردة هاي تنخلط كمان مع غير انواع من العصائر، من ان كان يمكن مانجا او بعض انواع من الفواكه، مثل بتشبه شوي القشطة الفواكه، حكينا عنها قبل، اسمها ساور سوب. دونك بتنخلط هالانواع من المشروبات مع انواع من الفواكه موجوده خاصه بالسنغال. بنتقل هلا لنوع ثاني من ميزات المطبخ السنغالي، ولكن خلينا ناخذ اتصال. اوكي، تمنى ترن على الهواء. اكيد. الو الو، بونجور. بونجور، وحياتك. ممكن اسال سؤال شوي بغت البروجرام؟ اكيد تفضلي. بدي اسال بالنسبه للخضره بالفريزر،
قديش مدتها بفريزر البيت يعني مثل المرخيه البامي اذا انت فرستيهم او اذا اشتريتيهم؟ لا اذا انا عملتهم بالفريزر. نعم. قد ايه بيداينو؟ قد ايه بيداينو؟ قد ايه وقت بيداينو؟ اوكي بعد سنه ممكن نستعملهم. اوكي ميرسي بوكو. ميرسي لك. حلو سؤالها. سؤالها اكيد لانه اوقات لما يكون في موسم نشتري نحن الخضره وبنفرزهم. صح. قد ايه وقت فينا نخليهم البراد؟ الخضره اذا كانت تحضرت بطريقه صحيحه يعني انكبت بمي مغليه لدقيقتين وبعدين تبردت ورجعت تفرزت ممكن انه ضاين حسب نوع الخضره بين سنه لسنه ونص بالفريزر اذا ما كثير لعبت الكهرباء يعني اهم شيء انه ما يدوب ما تدوب الخضره وترجع تتفرز بالفريزر بس ممكن انه ضاين لحديت السنه اكيد فيها تضل تاخذها. اوكي لكن تنكفي اتصال تاني. اوكي الو 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 بونجور الو بونجور واحد عيني كعب بونجور تفضل بدي اعرف شيء بالنسبه للكينوا نعم هل مفيد للصحه هل هو بنصح في كالوري كثير اوكي عم تاكل كثير كينوا عم تاكل كثير كينوا شوي شوي سموه مثل اللحم قال مثل لحم البقره سموه صح اكزاكتلي فيه بروتين لانه رح تجيبك نتالي ثانك يو على اتصالك اكيد الكينوا هو من انواع السريال اللي هلا على الموضه والكينوا مزبوط هي لحمه الفقير لانه بتحتوي على نسبه بروتينات اعلى من غير انواع من السريال بس هيدا ما بيعني انه ما فيها كمان سعرات حراريه فيها حديد كمان مصدر حديد مهم بس بدنا ننتبه انه بالنهايه مثل غير انواع من السريال تحتوي على سعرات حرارية شبيهة كتير بسعرات الحرارية اللي موجودة بالقمح بالرز. اللي موجودة بالرز وننتبه على الكمية اللي عم ناخدها صحية كتير فيها ألياف كمان بس ننتبه قدي عم ناكل عم بيأكل شوي كتير بدك ننتبه أوكي لكن تنرجع على السنغال بالسنغال السجرة اللي معروفة فيها السنغال هي الباوباب إذا فينا نشوف صورتها عملنا حلقة مع مارك بيروتي عن الباوباب والحلو انه هالنوع من الشجر اللي ممكن انه يعيش لحديت ال 500 سنه واكثر فيه فواكه يسمى بالبان دو سانج وهالنوع من الفواكه فيه كثير فوائد غذائيه من فوائد مثلا الحبوب الفواكه تبع الباوباب في بعض الاحيان تستعمل كبونبون للاولاد هي شوي حامضه فيها نسبه فيتامين سي كثير عاليه فيها كمان اللب تبع الفواكه ممكن انه ينعمل منه عصير مع اللي كنا عم نحكي عنه قبل البيساب فيه كتير فيتامين سي فيه نسبة كالسيوم عالية وهيدي شغلة يمكن ما منلاقيها كتير بالفواكه وفيه نسبة مواد مضادة للتأكسد مهمة جدا سو هيدا من الأشياء اللي بتتواجد كتير بالسنغال بيسموها بان دو سانج لأنه كمان مظبوط بيحبوا فواكتها وهي خبز القرود صح مظبوط سو هيدي من كمان من ميزات أكيد هالنوع من الفواكه بالمطبخ السنغالي ستيفاني بيستعملوا كتير التمر الهندي نعم والتمر الهندي أكيد فيه حموضة وفيه كمان نسبة سكر ويستعمل كمان بالمطبخ الأسيوي يعني إذا بالمطبخ التايلاندي بيستعملوا كمان هالنوع من التمر الهندي لأنه هو سويت حلو وبنفس الوقت فيه حموضة بيلبق مع كتير من الأطباق اللي عادة بتتحضر بهالمنطقة هاي هلا التمر الهندي كمان من ميزاته أنه مسيل للمعدة مسهل للمعدة باردون إذا حدا عنده لاكساتيف صح نوع من لاكساتيف فيه نسبة بوتاسيوم كمان مهمة وكمان بيتحضر مع التشتني أو بينعمل مع بينخلط مع الحلو مع الحامض دونك كتير بيلبق مع مأكولات شوي هيك مختلفة عن ما نحن معودين من أهم كمان ميزات
مطبخ السنغالي هو انه البينات او الفستق السوداني هو من اهم منتجي الفستق السوداني بافريقيا. والفستق السوداني حتى زيت الفستق السوداني بينطبخ فيه، بتنقع اللحمه او الدجاج او حتى السمك، لانه السنغال هو بلد قريب كثير، في عنده بوردرز مع المحيط الاطلسي، وفي كثير سمك بهالمنطقه هاي، سو بيتناولوا سمك وبيستعملوا السمك مع اطباق تحتوي على الفول السوداني. ومن اهميه الفول السوداني، هلا بدك تساليني يمكن شو موقع الفول البيناتس بالنسبه لزيت الزيتون، بالنسبه للكانولا، بالنسبه لغير انواع من الزيوت. البيناتس فيه نسبه دهون مونو انساتوريتد، يعني غير مشبعه، مهمه جدا مثل زيت الزيتون، اقل شوي من زيت الزيتون ولكن بنسبه عاليه اكثر من بقيه انواع الزيوت، ومفيد جدا للصحه. ما لازم ناكلهم مقليين او محمصين كثير، ما هيك نتالي؟ عم تحكي عن البيناتس الحبوب، حتى الزيت هن بيستعملوا كمان زيت الفستق السوداني. دونك هيدي كمان شغله مهمه، نعرف منافع البينات باتر يعني اكزاكتلي وطعمته بتعطي نكهه معينه للاطباق. في فواكه كمان ستيفاني بالسنغال اسمها الماد، حامضه كثير، فيها نسبه فيتامين سي كثير عالية، وكمان بتتاكل مع الملح، مع البهارات، مع الحار، بينحط لها اوقات سكر كانه ليموناد طعمتها، اذا للاشخاص اللي اوريدي بيعرفوها. والطبق الناسيونال اذا فينا نقول هو تشيبوجين، يعني نوع من كوسكوس مع خضره اللي هن البطاطا، البطاطا الحلوه كثير بياكلوا بطاطا حلوه، البندوره، البصل. بتتحضر يا مع دجاج يا مع لحمة يا مع سمك أكتر شيء. وفي كمان البولي ياسا اللي هو فيه نسبة عالية من البندورة ومن المطيبات. شو اسم الطبخة؟ تشيبوجين. تشيبوجين. Thank you ناتالي، بنرجع نشوفك بكرة على الأراد. ونحن هلأ رح نعطي الريسيبي اليوم يلي هو مغربية مع الشيف مارون. زبدة مكررة، بصل، حمص مسلوق، مرقة دجاج، قرفة ناعمة، بهار حلو، كراوية، ورق غار، عود قرفة، طحين درة، مغربية أكيد، مو زيت غنم. للتشيكن بيلزمنا دجاج كامل، جزر، كرافس، كرات، بصل، ثوم، ملح، بهار أبيض، زيت نباتي. للتزيين بيلزمنا بقدونس وبندورة كرزية.